رئيس الجمهورية أشرف في نهاية المقابلة من على المنصة الرسمية على مراسم التتويج وتسليم الميداليات بداية من طاقم التحكيم. سيحصل على توقيع من كرة المباراة من طرف السيد الرئيس. طبعا ستبقى هذه الصورة خالدة في إذن رئيس الجمهورية يشرع تتويج فريق قيادة القوات البرية بالميداليات الفضية. هي صاحب المركز الثاني بالتأكيد، كانت حسرة وأسف على ضياع اللقب بركلات الجزاء. وفريقي الناحية العسكرية الأولى بالميداليات الذهبية. هذا هو عماد بن عيسى يتسلم الميدالية قبل الذهبية قبل أن يسلم سيد كأس الجمهورية لفريق الناحية العسكرية كأس الأولى. الجزائر العسكرية من بين يدي أو من يدي السيد الرئيس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. يحيون السيد الرئيس وبالتأكيد يشكرونه على هذا الحضور الشخصي وإشرافه. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.